يريد الجميع الصعود على الدوار. الكثير من الأطفال على الدوار لينزل الجميع. لكن يا جرانبا بيج، لقد وصلت هنا أولاً. إذن يمكنك الصعود مجدداً على الدوار. أريد الصعود أيضاً. لماذا يا ريبيكا؟ لأن عيد ميلادي اقترب جداً. حسناً. وأنا لا بأس. هل الجميع مستعد؟ أجل. توقف، ليس هناك أولاد على الدوار. هل الجميع مستعد الآن؟ أنا أرتدي نظارات، أستطيع الصعود من فضلك؟ الأطفال يضعون قواعدهم الخاصة. أريد الصعود لأنني أحب الجزر. الآن هل أنتم مستعدون؟ ليه؟ سأصعد لأنني أستطيع فعل هذا. ها هي مامي بيج. كيف الحال يا جرانبا بيج؟ أنا مرتبك. إن قواعد ساحة اللعب معقدة للغاية. هناك قاعدة واحدة يا جرانبا بيج، وهي أن ينتظر الجميع دوره. ماذا؟ حتى هؤلاء الصغار؟ حتى الصغار. ماذا عن الكبار للغاية مثل جرانبا بيج؟ حتى الكبار للغاية مثل جدك. في ساحة اللعب يلعب كل شخص في دوره. المتجر وداعا. متجر الموسيقى وداعا. الطبيبة البيطرية. تعالج الطبيبة البيطرية الحيوانات المريضة. هل هذه هي سمكة حزينة التي لا تأكل؟ أجل، انظري. جولدي أكلت الطعام. لم تكن تأكل في المنزل. ربما شعرت جولدي بالملل في المنزل، ولكن الرحلة المثيرة قد أبهجتها. لديكم سمكة سعيدة وجيدة، إنها جميلة. شكراً لك أيتها الطبيبة هامستر. مامي بيج وبيبا وجورج سيعودون للمنزل بالحافلة. سيعود السيد ثور إلى المنزل ببوقه السليم. إنه كالجديد تماماً. ستعود السيدة غازيل مع أصدقائها إلى المنزل بعد التسوق. تبدو سمكة جولدي سعيدة الآن. أجل، رحلة الحافلة هي التي جعلتها أفضل. تدور السمكة بالوعاء باستمرار باستمرار. تدور السمكة بالوعاء طوال اليوم. مرحباً، أين كنتم؟ أخذنا جولدي إلى الطبيبة وهي أفضل الآن. يا للهول، تعاني جولدي من السعال. سنصطحب جولدي للطبيبة البيطرية غداً. سأخذكم في السيارة. لا يا أبي، نريد الذهاب بالحافلة، إنها ممتعة. حسناً، سنذهب بالحافلة. مرحبا. يحب الجميع استقلال الحافلة، خاصة السمكة جولدي. أرجو البط من فضلك. اتبعوا الطريق إلى الأمام في خط مستقيم. ذاهبون لأرض البط بشاحنة التخييم. أهلاً في أرض البط. كم تذكرة من فضلك؟ أود 4 من فضلك. استمتعوا بالبط. أين هو البط؟ ربما تكون في عطلة. لنتناول غداءنا في الخلاء. البط دائماً يظهر. وقت تناول الغداء. بيبا وجورج يحبان النزهة. البط ها هو هناك. توقف يا أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا
شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقولوه هراء. من فضلك، اضغط الزر الأزرق. شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. بيبا توقفي، قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية بل توضع في السلة البنية. أوز. صحيح يا جورج، هذه قشرة موز، وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا. جدكما سيحبان ذلك. هل يأكل الجد والجدة قشر البطاطس يا أبي؟ لا يا بيبا، إنه لحديقة جدكما لكي ينمو نباته. أوه. سنأخذ جولة هناك بعد الغداء. جيد جدا. مامي بيك، بيبا وجورج يأخذون القشور لمنزل جراني بيك وجرانبا بيك. نحن هنا. مرحى. جرانبا بيج، بابا إيج، لدينا هدية مميزة لك. قشور الخضروات، هذا مذهل، سوف تحب حديقتي ذلك. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري، هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جرانبا بيج. فازت مامي بيج. لا يصدق، تفضلي دميتك، ها هي. مرحى. أريد دمية كهذه يا أمي. كبيرة للغاية. لا، ليست كذلك. دادي بيج وجورج يركبان العجلة الدوارة. تمسكوا جيداً. هذا مرتفع للغاية. أنا سعيد لانتهائنا. خمس جولات مقابل جنيه واحد. خمس جولات؟ لا. اقتربوا اقتربوا، اختبروا قوتكم في لعبة المطرقة القديمة. ماذا سنفعل؟ تطرقين هذا الزر بالمطرقة، إذا رن الجرس تفوزين بجائزة. لا حاجة للمهارة، بل تحتاجون للقوة. أنا سأجرب. جنيه واحد. حظ سيء. أنا قوي، سأجرب أنا. ابتعدوا جميعاً. كن حذراً يا دادي بيج، لست لائقاً. أجل، يبدو دادي بيج سميناً بعض الشيء. ماذا؟ أنا أعني أن بطن دادي بيج كبيرة بعض الشيء. أعطني هذه المطرقة. يا للهول، لم أرى شيئاً كهذا من قبل. فزت بكل الدمى العملاقة التي لدينا. مرحى، أيمكننا إعطاء هذه الدمى لأصدقائي؟ فكرة جيدة. شكراً يا بيبا. لطيفة جداً. شكراً جزيلاً. مرحى.
هيا دادي بيك، يمكنك فعلها. هيا يا حافلة، يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء، ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء، ماء. لقد وصل دادي بيج إلى محل البقالة. كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيج إلى مرآب الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً، هذا لطيف. دبور، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا. ابتعد، ابتعد. توقف الآن يا دادي بيك، لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيج الدبور. لقد عاد دادي بيج من العمل. مرحبا جميعا. مرحبا يا أبي. دادي بيج، لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقا، يجب أن أستعد لكرة القدم. أين قميص كرة القدم؟ هنا. لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي. لا يا دادي بيج، إنه قميص كرة القدم. لقد اتسخ بالطين قليلاً، لذا غسلناه. ثم اتسخ كل شيء بعدها. آسفة يا أبي. أنا لا أستطيع ارتداء قميص وردي. ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل. ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي. ها قد أتى أصدقاء دادي بيج، سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي. هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة. فريقي لونه أبيض، أحتاج لقميص أبيض. لكن يا أبي، لديك قميص أبيض، فقط قم بخلع سترتك. أرأيت؟ هذا رائع، شكراً لك يا بيبا. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج، يعجبني قميصك. جميل جداً. شكراً، هيا لنلعب كرة القدم. أجل. مرحبا. أبي، لقد قمت بتلطيخ قميصك بالطين. بالطبع يا بيبا، قمصان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً. أوه. جرانبا بيج أسقط هاتفه في الماء. جراني بيج تتحدث. مرحباً. 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 بطريقة ما علينا إرسال رسالة إلى جراني بيج. رسالة إلى جراني بيج؟ بولي يمكنه الطيران لجدتي. فكرة جيدة يا بيبا، ويمكنني تلقين بولي ما سيقال. جراندبا بيج يقول. جراندبا بيج يقول. النجدة، 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 النجدة. كما تريان، سهل للغاية. جراندبا بيج يقول سهل للغاية. أيها الطائر العجوز. أيها الطائر العجوز. مرحبا، ما هو الأمر؟ جراندبا بيج يقول. ماذا يقول جراندبا بيج؟ أيها الطائر العجوز. أوه. النجدة، النجدة. يا إلهي، إنه في حاجة للمساعدة. الكلب الجد.
مرحبا يا جراني بيج. جرانبا بيج يحتاجنا، هل يمكنك إنقاذه؟ سيدتي، هذا سوف يسعدني. مرحبا. أهلاً أهلاً، في حاجة للإنقاذ يا قبطان؟ ربما. هل تريد أن ينقذك قاربي القديم الصادق؟ نعم، من فضلك أيها الكلب الجد. امسك بهذا. أمرك أيها القائد. الكلب الجد هو صديق جرانبا بيج المقرب جدا. جدتي، هل أخبرك بولي بحاجتنا للمساعدة؟ نعم، بولي ببغاء ذكي للغاية. أمي، أمي، أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب. فكرة جيدة. بيبا ودلفين ينامان على كل جانب من نفس السرير. يا أطفال، هيا إلى النوم. غدا يومكم مشغول، دلفين ستزور مجموعة لعبكم. واو، دوغمي بيان. دوغمي بيان، ليلة سعيدة بالفرنسية. لست ناعسة إطلاقا. لنغني أغنية تجعلنا ننام. أجل. Frère Jack, Frère Jack, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines. أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع. دلفين جاءت لزيارة مجموعة لعب بيبا. سيدة غزال، هذه صديقتي الفرنسية الحمارة دلفين. بونجور. بونجور دلفين. لقد غنت دلفين أغنية فرنسية جميلة بالأمس. أيمكننا تعليمها أغنية عربية؟ ماذا عن أغنية بينج بونج؟ نعم، غني لي أغنية بينج بونج، ستكون جيدة للغتي. حسناً. أوه، سنعزف لحناً ونغني أغنية مع بينج وبونج وبينج. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج بينج بو. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج بينج بو. جيد، تعلمت الكثير من الكلمات اليوم. بينج بونج بينجلي بونجلي بو. ربما يحتاج المزيد من الفحم. انفخ فيه قليلاً. فلتضع المزيد من الشعلات. الآن سوف ننتظر حريقاً. وإلى متى سوف ننتظر؟ يمكن أن يستغرق طويلاً. أنتظر منذ وقت طويل. كم من المرات أطفأت ناراً يا آنسة أرنبة؟ أبداً، لم أطفئ واحدة، لكن استعدي دائماً. إنه هاتف الحريق. فلتجيبيه يا بيبا، من المحتمل أنه والدك. حسناً. مرحباً، محطة الإطفاء. أهلاً بيبا. أوه يا أبي، هذا أنت. ألم تقل لك أمي إن هذا الهاتف خاص للحرائق فقط؟ هل تعطيني الآنسة أرنبة؟ من فضلك. أبي يريد التحدث إليك. مرحباً يا دادي بيك، هذا الهاتف يستخدم فقط عند وجود حريق. حريق. يا للهول، حفل شواء دادي بيج يحترق. حريق، حريق. الأمهات إلى الإنقاذ. وي وي. تمسكا. وي وي. حريق، حريق. دين دونج، دين دونج. سيارة آنسة أرنبة للإطفاء. ارجعوا للخلف يا آباء. الكلبة الأم، هيا افتحي المياه. أمرك مامي بيج. انطفأ الحريق. مرحبا. نشكرك لإنقاذنا. عفوا، نحن دائما في الخدمة. خدمة إطفاء الحرائق للأمهات. والآن بعد أن بللت آنسة أرنبة حديقتنا، نستطيع جميعاً القفز في برك الطين. كالأميرة بيبا الجميلة، والفارس جورج الشجاع النبيل، وطباخاً
يطهو ألذ الأطعمة على الإطلاق. مامي بيج، دادي بيج وجرانبا بيج ينتظرون ليأكلوا. سأذهب لأرى لما تأخرت جراني بيج. ومتي لي في القصة يا جدتي. جراني بيج المشاكسة، لقد أيقظت الصغار. لقد وعدناها أن ننام بعد القصة مباشرة يا جرانبا بيج. أنا جيد في إنهاء القصص يا جراني بيج. انزلي أنت للأسفل، أنا لن أتأخر. هناك ولد، شجرة فاصولياء، أميرة جميلة، وفارس شجاع، وطباخ يطهو عشاء لذيذا. وبعد أن أكلوا العشاء اللذيذ ذهبوا جميعا للنوم، النهاية. ثم استيقظوا جميعا وجاء لهم ساحر. ساحر؟ أجل، ساحر سيؤدي عرضا سحريا كبيرا. لكن ثم جاء تنين مخيف جدا. جراني بيج، مامي بيج ودادي بيج ما زالوا ينتظرون العشاء. يبدو أن قصة ما قبل النوم هذه لا تنجح. أنا خبير في قصص ما قبل النوم، سأجعلهما ينامان في دقيقة. تنين مخيف. بيبا، جورج، إلى النوم. لكن جرانبا بيج لم يقم بإكمال القصة بعد يا أبي. سوف أنهيها، سأكون في الأسفل بسرعة. حسناً، هناك ولد، شجرة فاصولياء، قلعة، أميرة جميلة، فارس شجاع، طباخ، ساحر وتنين مخيف. وملك جائع للغاية. إذن تناول الجميع عشاء كبيرا وعاشوا بسعادة أبدية. أين اللعبة تادي؟ اللعبة تادي مفقود. أبي، لقد أضعت اللعبة تادي. لا تقلقي يا بيبا، متأكد أننا سنجده. مرحبا، كيف كان يومك؟ أبي أضع اللعبة تادي. لا، لكن لدي خطة لأجده. كيف يمكن أن نجد اللعبة تادي يا أبي؟ أولا سنطبع كل صوره التي التقطناها. مامي بيج تفرغ حقائب التسوق. لأين ذاهبون؟ سنلصق صور اللعبة تيدي على الأشجار. أبي، انتظرني. لما نلصق صوراً على الأشجار يا أبي؟ عندما يرى الناس صور اللعبة تيدي المفقود سيساعدوننا لنجده. هذا تيدي في سريري. هذا تيدي في المطبخ. وهذه صور جورج مع تيدي في المتجر. اللعبة تيدي، أعلم أين هو. مرحبا. أمي، نعلم أين هو اللعبة تيدي. نعم، إنه في الحقيبة مع المعكرونة والطماطم. بيبا تعرض ألبوم اللعبة تيدي على صفها. كنت قلقة ألا يحظى تيدي بمغامرة ممتعة معنا، ثم من حسن الحظ أضعه أبي حينها في المتجر، ولكننا وجدناه مجدداً في التسوق. قد كانت مغامرة ممتعة. بالفعل كانت. بيبا وأصدقاؤها في مجموعة اللعب. أطفال، اليوم سنرسم رسوماتنا للسيد بطاطس. مرحبا، أنا أرسم أناناسة. وأنا أرسم جزرة. جيد جداً، ماذا ترسمين يا أميلي؟ بازلاء. لطيف، وبيدرو؟ إنها بطاطس خارقة. أنا أرى، وجورج رسم طماطم رائعة. بيبا، ما نوع الخضروات التي رسمتيها؟ هذا أبي وهو يشاهد التلفاز. ممتاز، الآن سنقوم بوضع الرسومات في ظرف ونرسلها إلى السيد بطاطس. حل الصباح وحان وقت برنامج السيد بطاطس. تفضلوا بالترحيب بصديقكم وصديقي السيد بطاطس. أرسلنا بعض الرسومات إلى السيد بطاطس في ظرف يا أبي.
هل حصلت على الظرف؟ لا يستطيع سماعك يا أبي، إن السيد بطاطس في التلفاز. أوه، نعم، بالطبع. تسلمت ظرفاً مليئاً بالرسومات. هذه الطماطم تبدو لذيذة. هذه صورة جورج. أحسنت يا جورج. لكن هذه الرسمة من بيبا بيج هي مفضلتي. واو، إن هذه هي رسمتي. تورينا دادي بيج يشاهد التلفاز. يبدو أن دادي بيج يحتاج لبعض التمارين. إيه؟ ماذا؟ هيا يا دادي بيج، لنقم ببعض القفز لأعلى ولأسفل. أوه، حسناً. لأعلى لأسفل. دادي بيج يحب القفز لأعلى ولأسفل. الجميع يحب القفز لأعلى ولأسفل. أهلاً بيدرو، قل لي ألست بخير؟ هل تود قيادة القطار؟ نعم من فضلك. القطار يسير على المسار، تشو 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 على المسار. صندوق الإشارة، هذا في القائمة. مرحبا. الأطفال يعلمون على صندوق الإشارة. الإشارة أوقفت القطار من أجل أن يعبر شخص مهم. إنها السيدة بطة وأصدقاؤها. أوه، ما هذا؟ ما زلنا لم نرى النفق بعد. أوه، المكان مظلم. نحن في نفق. النفق هو آخر شيء في أوراق النشاطات. مرحبا. آخر محطة. تغيير كلي، لينزل الجميع الآن. ولكن سيدة غزال، كيف سنعود للمنزل؟ ها بيبا، نحن حيثما بدأنا. لقد دار القطار في دائرة كبيرة. التذاكر أرجوكم. بيدرو أضاع تذكرته مجدداً. بيدرو، هل أخذ قبعتي من فضلك؟ ها هي تذكرة بيدرو. أوه، لقد وضعتها هنا. سيدة غزال، هل غنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. أوه، بولي ترتدي عقد الفل وكانت. يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج، كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا، أنا في الطريق. مرحبا جميعا، التقطتم عدوى بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا افواهكم. ان طعمه مثل الجوارب القديمة. اشكرك جدا لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا احد يرعاني، انا لا امرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعا. وداعا. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. من يمكن أن يكون؟ مرحبا، لقد جئنا لنهتم بك. إليك فاكهة. وبعض الوسائد. وها هو دواءك. طعمه يشبه جوارب وخردل بمربى زبد السجاد. وها هي أغنية لتشعرك بالتحسن. وأخيراً، هل نحن جاهزون الآن؟ سيد كلب ذقن،
أنا أحتاج الذهاب إلى الحمام. وأنا 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 وأنا. ما الذي يؤخرهم؟ مرحباً الكلب الجد، اعتقدتك قلت إنكم في الطريق. نعم نعم، لقد أوشكنا، لقد أخذ لم شمل الفريق وقتاً. اسحب المرساه، أطلق الشراع. أمرك يا كلب الذقن. نحن القراصنة في البحور الزرقاء، لنجد كنزنا الذهبي، أطلقوا الشراع. هي استعدوا للوصول. وصل الأطفال إلى بستان جرانبا بيج. اللعبة هي أن يجدوا الكنز دون أن يمسك بهم. شجعوا القراصنة. شش يا أمي. أتمنى ألا يكون هنا قراصنة يحاولون أن يأخذوا كنزي العزيز. بيبا وأصدقاؤها حصلوا على العملات دون أن يمسك بهم. إنها عملات الشوكولاتة. الجميع يحبون عملات الشوكولاتة. يام يام يام. أمسكت بك. الكلب الجد أمسك به. هل تحاول أن تأخذ كنزي؟ إنه ملكي، فزت به باجتهاد وعدل. أوه لا، لم تفعل. أوه نعم فعلت. أنا أشكركما للغاية على لعبة القراصنة الممتعة. أوه لا داعي للشكر. أوه نعم، لقد حظينا بالمتعة. عيد ميلاد سعيد يا داني. هذا أفضل حفل قراصنة على الإطلاق.